عندنا خبر كمان مهم جدا لكل المهتمين بيه او المتابعين للشأن الاقتصادي في مصر، خبرين الحقيقة. خلينا نبدأ الاول بالخبر الاكثر إيجابية، لانه احنا عارفين كلنا ان تحويلات المصريين في الخارج هي بتعد احد اهم مصادر الدخل لمصر. فيعني انت عندك قناة السويس، وعندك طبعا الجمارك والضرائب، وعندك الواردات، وعندك تحويلات المصريين في الخارج والسياحة طبعا، وتحويلات المصريين في الخارج. عارفين انه كان بقالنا فترة الحقيقة شوية كان في يعني تراجع، كان في فترة كان فيها تراجع كبير من حوالي 3-4 سنين في ايرادات تحويلات المصريين من الخارج، لكن البنك المركزي المصري النهاردة الخميس اعلن انه اجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 21.1%، وانها بالرقم ده بتسجل او بالنسبة دي بتسجل مستوى قياسي غير مسبوق. بنتكلم على 26.5 يعني 26.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017-2018. طيب دايما بقول لحضراتكم لما بنقارن رقم بنقارن نفس الفترة الزمنية السنة دي مع السنة اللي قبلها. نفس الفترة الزمنية دي كانت كام؟ كانت 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة اللي بتسبق 2017-2018، يعني بنتكلم على فرق الزيادة حوالي 4.6 مليار دولار. ده خبر الحقيقة مهم جدا. كمان المتابعين للشأن الاقتصادي، ودي خطوة الحقيقة هامة جدا وإيجابية، وبنشوف إنها بتدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مستثمر سواء المصري أو الأجنبي. وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية رفعت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، بعد ما كانت هي كانت الأول فترة سلبية ثم مستقرة، لا هي رفعتها الحقيقة إلى إيجابية، وخفضت نفس الوكالة التصنيف الائتماني لعشرين مؤسسة مالية تركية. وإحنا عارفين الأزمة المالية الموجودة هناك، إحنا مش بنعمل مقارنة، ولكن هو تقرير شامل جاءت به وكالة موديز وكلمت فيه عن أبرز التصنيفات الائتمانية، فكلمت أنه مصر تم بالفعل تصنيفها إيجابي أو بوزيتيف. عند تصنيف أعتقد أنه يعني اتثبت عند بي 3، ودي درجة من يعني بتدخل تحت نطاق الدرجات البوزيتيف أو اللي هي الإيجابية. بنتكلم على تغيير النظرة المستقبلية لإيجابيا، ده طبعا حسب ما قالت يعني الوكالة انه ده بيرجع لاستمرار التحسن الهيكلي في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال. عايزين نعرف يعني ايه الكلام ده بشكل عملي عشان نبقى فاهمين لما نقول انه احدى اهم وكالات التصنيفات الائتمانية في العالم بترفع المستوى الائتماني لمصر، ولما نقول ان ده دعم لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري نبقى فاهمين بس الكلام ده مبني على اساس ايه. خلينا ناخد هاتفيا الاستاذ محمد ابو باشا الخبير الاقتصادي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا فندم. اهلا وسهلا. انا عندي تصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني ليها اللي هي رفعت النظرة المستقبلية لمصر الى ايجابية، وعندي كمان بلومبرج الحقيقة مطلعة ارتكل او مقالة قايلة فيها انه فكرة ان موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر دي شهادة نجاح لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. تحليل حضرتك ايه يا فندم لتقرير موديز ثم لتعقيب بلومبرج على هذا القرار؟ طبعا زي ما حضرتك ذكرتي، هو احنا شايفين تغير في النظرة المستقبلية بالنسبة لموديز للاقتصاد المصري، طبعا بيعكس النجاحات اللي حصلت في إعادة الاستقرار الاقتصادي. احنا شفنا طبعا انخفاض كبير ابتدى يحصل في عجز الموازنة، انخفاض في الحساب الجاري بالنسبة للتعاملات الخارجية، في ارتفاع في الاحتياطي، التضخم طبعا بعد ما كان السنة اللي فاتت نتيجة بعض الاصلاحات مستقرة شوية، فبالتالي جميع المؤشرات الاقتصادية بتبدأ انها تخش في مرحلة الاستقرار، وطبعا ده اللي بيخلي ان يبقى في تقارير ايجابية من المؤسسات الدولية. ويمكن هي حتى موديز تكون متأخرة شوية، لأن احنا مؤسسة زي مؤسسة فيتش وهي يعني ناحية الكريديتي ما تقلش عن موديز خالص، اوريدي رفعت التصنيف الائتماني حتى مش بس النظرة المستقبلية لمصر. طب انا عندي هنا سؤال يا فندم، لما انا اقرا، انا حد مش متخصص اقتصاد واقرا انه يعني وكاله باهميه موديز بتشرح اللي احنا بنقوله ده
وتقول انه السبب في ان احنا رفعنا النظره المستقبليه لمصر والتصنيف الائتماني كمان زي ما حضرتك ذكرت، ده بيرجع للتحسن الهيكلي في الاوضاع الماليه العامه وبيئه الاعمال. يعني انا افهم من كده ايه؟ وهل موضوع بيئه الاعمال ده ليه علاقه بقانون الاستثمار؟ هل ليه علاقه بقوانين التراخيص الصناعيه وقانون الافلاس واللي هي كل القوانين حزمه القوانين كده اللي ناقشها واصدرها البرلمان فبدات تيسر شويه فكره الاستثمار والاعمال، ام بتعود لايه يا فندم؟ طبعا هو زي ما حضرتك ذكرتي بالنسبه للنقطه الاخيره، هو تحسن بيئه الاعمال طبعا مرتبط طبعا حاجتين رئيسيتين، الحاجه الاولانيه هي لا انا بعتذر يا فندم الصوت عند حضرتك مش واضح، ممكن بس تقف في مكان اوضح شويه؟ طيب بعتذر بس الصوت مش واضح، لكن عموما يعني هو قال على السؤال اللي انا قلته. فانا كان سؤالي ببساطه شديده انه اصل فكره تحسن بيئه الاعمال دي المواطن ممكن مش بسهوله يحسها دلوقتي، بس هي فكره انه انت بتتكلم على منظومه كامله على بعضها. يعني احنا كان عندنا مشكله في دلوقتي بقى عندنا مركز خدمه المستثمرين، واعتقد انه في عدد كبير من المواطنين راحوا اتعاملوا معاه بشكل مباشر، ففكره انك تخلص حاجات كتيره قوي كنت محتاج كذا شهر، بقيت دلوقتي عشان تخلصها او تنجزها بقيت دلوقتي تقدر تعملها في كام يوم في مركز واحد. يعني في حاجات بدات لما بدانا في مصر نشتغل عليها جامد هي في النهايه بدورها حسنت بيئه العمل اللي بنتكلم عليها. انا عارفه طبعا انه حد ممكن يقول لك الاوضاع الماليه العامه للبلاد ازاي، طب احنا ما زال عندنا التضخم، احنا لا بس احنا برضو عندنا انخفاض في معدلات التضخم وما حصلش تاني زياده من ساعه اخر معدل للتضخم نزل من حوالي 3 4 اسابيع ما حصلش تاني زياده فيه. فهنا هي مجموعه من الاجراءات. وعايزه بس ارجع سريعا لبلومبرج لان هي كانت قايله على الويب سايت بتاعها انه مؤسسه التصنيف الائتماني الدوليه اللي هي موديز ابقت على تقييم مصر على المدى الطويل عند مستوى بي 3 ورفعت النظره المستقبليه للاقتصاد المصري من ستيبل لبوزيتيف او من مستقر الى ايجابي، وانها قالت انه التوقعات الايجابيه دي بتشير للاقتصاد المصري انه في تخفيض، قولها ان التوقعات الايجابيه تشير للاقتصاد المصري انه في تخفيض للتصنيف الائتماني غير محتمل للغايه، يعني انه فكره انه يحصل تاني خفض في تصنيفنا الائتماني ده امر مش وارد بحسب ما جاء في بلومبرج كتعليق على المقاله او عفوا ما اصدرته وكاله موديز.